أولاً أنت بعيد عن الإعلام، أنا أكثر من مرة طلبتك ضيف ما تقبل تظهر. حدثني كيف تشوف تسميات المدربين؟ واليوم ضيوفي المتواجدين وياي بصراحة كابتن عامر قاسم وبهاء كاظم، يستحقون العمل بالفئات العمرية لو بعد يراد لهم مدة. السلام عليكم كابتن وعلى ضيوفك. تحياتي وسلام، تحياتي لك. تحياتي لهم ان شاء الله. اول شيء هم دول جزء اقرب من الي واصدقائي يعني، واخوتي اكثر شيء. انا كابتن عامر ابارك لي الله من يسلمك. خلال قناتكم. وانا قبل الدور ما بديت لفريقك راح ياخذ الدوري، طبعا انا وياه منافس، بس قلت لفريقك راح ياخذ الدوري شال على قلبي. لان الرجال هذا قاعد يعمل صار له سنتين، مو بس هاي السنتين يعني قبلها يعمل بمواليد صحيحه وقاعد يتعب ويجتهد. وش نادي الزوراء مهتم بكابتن عامر قاسم، احنا يعني الف مبروك من خلال قناتكم ونبارك له. وكابتن بهاء غنى عن التعريف، مو انا اللي احكي على كابتن بهاء، يعني هو كابتن بهاء خرج اجيال، خرج اجيال بالفئات العمريه. نص هذا الدوري جزء يلعب شفيق، انا اعرفك صريح وما تخاف. والله لا تزدري بيان. ليش ما يتم تسمية هؤلاء المدربين واكو بعد هم غيرهم حتى ما نظلم احد من دول اللي يعملون بالفئات العمرية؟ والله كابتن انا هسه قدامهم احكيها، لا خلهم تنطق، ما خلوهم كابتن، احنا مو على العمل، مو على العمل والاجتهاد مالهم، لا والله. بالنسبة احنا كابتن عدنان درجال وسمنا خير ان شاء الله ونشوف خير، بس احنا يعني من بعض الاتحاد. بالعكس عامر قاسم صار له بسبع سنوات من سنوات في الفئات العمريه، هسه اعطينا اني لو هو اي واحد في الفئات العمريه نعرفه يا مواليد، مو بس يا مواليد من ذا البيوين نعرفهم. بس هسه تقول لي انت ترشح نفسك، اقول لك لا والله ما ارشح نفسي، انا قدامي اخلي عامر واخلي كابتن باه، اخلي قدامي واي واي يعني سليم خشن، احمد جمعه، واي عندنا بالفئات العمريه اسماء رنانه ويعرفون شنو الفات عمري. بس تعرف العلاقات وتعرف انت ليش انتم ما عندكم علاقات زين؟ بعدين اسم عامر قاسم يحتاج لي علاقات. بها كاظم اللي تقول خرج اجيال يحتاج الى علاقات. انت اليوم موقع ثلاث اربع لاعبين لانديه جماهيريه علاقات، بس انا اعتب عليك، انا اريدك بحلقه تكون وياي شفيق ان شاء الله. كابتن احنا نادي الكهرباء، احنا الحاج علي الاسدي ما مقصر ويانا بكل شيء احكيها يعني صبان تدري بيها، لا جامع صح. ما احنا من بديت احنا بالناشئين اول كاس طب النادي الكهرباء، احنا ناشئين كهرباء، اخذنا بطوله الجمهوريه، غلبنا الميناء، غلبنا الفرق، يعني فرق كانت بعد ذاك الوقت بطوله جمهوريه العراق كله، نفس هاي البطوله اخذت ثاني واخذت ثاني. بس انا احكي لك الصدق يعني الاعلام بعيد عنه، ما احب انا هاي مال الاعلام وكلش بعيد، بس باوع كابتن شفيق كابتن اليوم من شوف انا اشكر كابتن عامر كابتن استاذ شفيق، انا اشكر كابتن عامر كابتن بهاء الاخوه المدربين فئات العمريه من اطلبهم ويطلعون. ليش؟ والله ما عندي غايه وياهم، يمكن كابتن بهاء ما شايفه، يمكن صار ثلاث سنين بس غير حق، حتى لا تلومون الاعلام تقولون ظالمنا الاعلام مو زين ويانا. هسه انا اليوم عمي انا اتبرع انه انتو اللي تخرجون لاعبين وتحملون طلعوا وضحوا شلون دا تحملون. انت ما عندك لاعبين تعطيهم كروه، انت ما عندك لاعبين توفر لهم سياره، انت مو بالقوه تدبر ملعب، صح لو غلط؟ احنا انا عندي فيديوهات يعني قنوات يعني لقاءات اللاعبين يقول احنا ناخذ من كابتن شفيق وناخذ من كابتن الاسلام. انا هسه ليش من قل لك والله كابتن عامر قاسم كابتن بهاء مو يستحقون مدرب اول، مع احترامي للكابتن احمد، كابتن احمد هم رجال تاريخ واسم ومعصر انجاز، هذول ناس عاشت بالهاي بالفئات العمريه، يعرفون شنو الفئات العمريه، احنا نعرف الفئات العمريه شنو ماشيين، نعرف هذا المزور، نعرف هذا جاي محكمه، هذا جاي باسم اخوه، كنت نعرف. هو حتى البطولات اللي تاخذوها يتهموكم بالتزوير كابتن. بالعكس هسه احنا هاي المسابقات هاي السنه والقبلها اتاسف، والدليل ماكو اعتراض بدور الناشئين من بدل هذا الدور ابد. ما نجح حج قيس الحت هذا اليوم، ماكو من نجح حج قيس، نجح حج قيس الحت هذا يوم ماكو، ما عندنا اعتراض بدور الناشئين، اعتراض واحد ما عندنا بهاي السنه والقبلها، ما حد معترض على ثلاث سنوات 19
تمام كابتن شفيق. نبيل واني انا اخر شيء اريد اقول لك اياه، اريد من الاتحاد من الاستاذ عدنان درجال وباع المدربين الاكفاء يمك يمك مو احنا، لا والله كابتن عامر كابتن بهاء يعني اكو اسماء، خلي في يستفادون منهم يستفادون منهم، لا خلي خلي عمي لا يخلي هسه الرجال هو لا يريد ماده ولا يدور ماده، يريد يخدم يخدم هذا البلد يخدم الاتحادنا، خلي هو يخدم خلوه يخدم عمي. انا قد عم انا عامر قاسم كابتن بهاء احش يريدون لهم ما يريدون منهم اي شيء، بس يريدون يخدمون هذا البلد يخدمون هاي الفئات العمريه. انا جدا بالتوفيق ان شاء الله. انا جدا اشكرك بس احتاج منك هالاسبوع او على فراغك الاسبوع القادم تكون حلقه خاصه كابتن شفيق، لان انت كثير من الامور والخفايا عندك ما يطلع. ممكن كابتن عدنان درجال ما يدري بيها ما يطلع. من بها اليوم يحكي وعامر قاسم يحكي او انت تحكي كابتن بها يقول ما يطلع ما يطلع انعامده ما يطلع، انا اقول لك ما يطلع. كابتن بها انت ما طول انت موجود انت ما طول انت موجود انا موجود ها هي انت معدل كابتن شفيق ما يحتاج لك انت اسم انت اسم مو اليوم والبارحه اسم بالمنتخب الوطني خليت بصمه وخليت بالاولمبي وخليت منتخب شباب وخليت بالمنتخب ناشئين انا كلها اعرف فيها ادري بك انت اسم وصاحب فضل صاحب فضل على هواي انديه وصاحب فضل على هواي لاعبين ما يحتاج اني نحكي بسام وهذا انت انسان راقي مو قدامك واحد انا قبل لا يقول لي شفت الصوره انا ودائما من اشوفك وشوفني وشوف كابتن عامر وشوف كل الناس تقول لنا هذا فلان هذا فلان كل شيء تقول لنا زين انت انسان راقي كابتن هاي للمزحه كابتن عامر قاسم مرات يقول لي انت شجع الزوراء بس من يجون الزوراء اسوي لهم غدا بالملعب صحيح اسوي لهم غدا بالملعب هو مشجع الزوراء مو تاع الزوراء بس شال عقابي بالدوري المنافس الوحيد اللي هو شفيق منافس وحيد كابتن عامر تعلم اها الله يسلمك ابو حيدر عدل لا ما عدل كابتن شفيق فريقنا كابتن حتى مختصر حتى تروح احنا بطوله جمهوريه نهاية السنة الثانية نهاية السنة الثالثة هسه احنا ثالث فريقنا منافس كابتن الله يوفقك بس أمانة أحتاج منك كابتن. حلقة إن شاء الله إن شاء الله أشكرك أنا أشكرك إن شاء الله وإن شاء الله يباون على المدربين إن شاء الله إن شاء الله أشكرك كابتن شفيق شكرا للمداخلة وتاحت الفرصة.